يا جماعة استروح الفيديو، احنا في كيدز كلاب تمام، وانا صار الفيديو ستة عين ومخصوصة انا رايك سبسكرايب. صح انا بدأت الشيء من الاول واحنا دلوقتي خلصنا، بس انا هوريكم شوية الالعاب اللي جوه تمام. الحاجة رايح حوض الرمل، بس يا جماعة ده اسمه حوض الرمل، جميل جدا. هاي الصبح بفرقكم بس عن حاجات، وده بندخل الحاجات كده. شوف بقى مين اللي هيجمع أربعة ويكسب، ودي كده مخلتهاش خالص، بنصلك على الحاجات دي اللي أنا ماسكاها. بس يا جماعة دي الحاجات اللي بنحط فيها الجزم بقى والحاجات كده تمام. دي ناس حاطه بقى، انا مش دعوه، انت تحطي لك لوحدها واحنا ندخل جواها بقى. وده مطبخ كده ما شاء الله على اللي هم عاملينه الناس كده. الواحد يا جماعه على فكره ب 40 جنيه والساعتين ب 80. الواحد بصوا يا جماعه دي صبروا كده بتلاقوها تمام، حاجات مغصيه. وبيبقى في اقلام كده هوريكم بتعملوا بيها ايه. استنوا تقدروا تعملوا كده عادي يعني تمام. بس تمام، ممكن تعملوا حاجات تانية. بتجيبوا قلم، هو اصلا مش ده بس اوكي، هو الطوال او مش عارف صغيرين اوكي ولا لا. بصوا بتاخدوه كده الحاجات دي بتطلعوها بيه، لكن انا مش عارفه. استنى خلاص مش راضي. ودي تعدوهم بقى، انت دي عارفانها مش اطفال. يبقى في دي اللي انا يعني اول مرة اعرفه، جميلة جدا. تالي هي ندوس كده تمام، يبقى في من هنا كده يعني اقدر اعمل جسم. بس يا جماعة في دي في دي بنطلع كده على السلالم ونطلع. انا هوريكو ازاي نطلع لفوق. اهو حاول اتصلكها بالموبايل. سلام. لا مستحيل اعرف. استنى اقفل الموبايل الكاميرا ثانية. اتسلقتها وخلصت اصلا، ما اعرفش بتوجع الرجلين لما تدوس كده، او بتوجع الرجلين جدا. بس يا جماعة دي صاحبتي بلبلتي. انا دلوقتي ما ينفعش نلعب، يا اما هندفع فلوس اكتر عشان الساعتين ب 80 واحنا عايزين ساعتين بس. يا جماعه انا ماشيه فهشوف بقى جسمتي البسها ثانية. يلا يا ديما ماشي. جاكيتي فين؟ جمعت فلوس معايا. لقيت جاكيتي في مخ بقى كده. بس يا جماعه بيديكوا ورقه كده مكتوب عليها اسمكم تلزقوها. استنوا هي دي. هاي يا جماعة بصوا شكلي، أنا مش تخينة كده بس عشان المراية هي كده. لا يا جماعة، وبصوا الإناقة والشياكة، كورة كده غبية جدا أصلا بتاعة ألعاب اللي حطها. بس يا جماعة اللحظة فنية جدا وجميلة جدا يعني. Thank you.
لازمة في المكان كله، ما فيش أي حد بيدخلها. ودي بحبها مش عارفة ليه. والكور دي بمسكها في عصر كل اللي بعمله فيها. انا نزلت. ما احنا بننزل هنا؟ لا. هنا عند عبد الحكيم. عارفه.